بعد الشرف داس وصفت مهمتها مهمة فازت يوم سلطان بالكاس كل حدف لاستبق كمه لاسباب لنا شرط حساس الله حرف الشرط لما تمت عمله انتخذ قياس حدف لاستبق. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا تتواصل في صباح هذا اليوم بميدان الساد، شوطنا الساد الخاص للمهجنات الأصايل، تعلن انطلاقته من قبل مدير اللجنة المنظمة لهذا الميدان محمد بسهيل بن وديمة العامري، متمنين التوفيق والسداد والنجاح لكل الأخوة المشاركين. نسير وياكم إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع اللي قادت المسيرة، خذت المركز الأول أرباح سيف بن سهيل بن خيرة العفاري، انطلقت إلى مقدمة هذا الشوط، تليها غلابة في المركز الثاني، وتعود الملكية لمحمد بن صالح بن راشد الخذيري ينطلق إلى المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث قلا لسيف بن جعفر بن مرخان، من يقدم غلا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع غناضة حمد بن عوض بن زيتون لمهيري، وفي المركز الخامس، المركز الخامس بنخر شوي كان اخذ الاسماء، بناخذ الاربع لانهم فردا. المركز الخامس وصل بن منانه احمد بن سعيد بن منانه الاقتبي، ينطلق الى المركز الخامس ويتقدم بالشموخ بالشموخ. المركز السادس، المركز السادس الطايف سعيد بن فايل بن الحزيمي العويسي، خذت المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع مياسة محمد بن غافان بن العرطي الحميري. المركز الثامن، المركز الثامن دخول من غالية لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع سيوف علي بن محمد بن ناصر السنيدي. المركز العاشر، المركز العاشر إذا وصلناه بنجد رموز مسلم بن بخيت أجداد الكثيري. هكذا النداء، هكذا المسار للعشر الأسماء المتقدمة في شوط المهجنات الأصايل، شوط لا يقل عن الأشواط اللي انتهت، شوط فيها سامي وفي شعارات تزين ميدان الساد في صباح هذا اليوم. وهذه أرباح، وهذه أرباح سيف بن سهيل بن خيره العفاري، قايده للمسيره، قايده للمسيره. المركز الثاني قلا لسيف بن جعفر بن مرخان، وفي المركز الثالث بن زيتون منذ لحظات فاز بعوض حمد بن عوض بن زيتون المهيرياتي بغناضه على المركز الثالث. المركز الرابع شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، وهذه غالية موقعها المركز الثالث، بدلت من رابع، بدلت من رابع. بنشوف الخامسة، الخامسة تتقدم غلابة محمد بن صالح بن راشد الخضيري. بوسيف يتابع، بوسيف مركز، يبى يبصم يسجل الحضور كالعادة وينتزع المركز الأول بهذه الذلول المهجنة الأصيلة. المركز السادس، المركز السادس الساتة يلي واصلة مشاهدين الكرام الطايف سعيد بن فايل بن الحزيمي العويسي، يتقدم في المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع مياسة محمد بن غفان بالعرطي الحميري، يتواجد في المركز السابع. وفي المركز الثامن وصلت سيوف علي بن محمد بن ناصر السنيدي، وبجوار سيوف الشموخ أحمد بن سعيد بن منانة. المركز العاشر، العاشر معك يا جداد الكثيري، يتقدم مشاهدينا الكرام بهذه الذلول المهجنة الأصيلة مسلم بن بخيت بن سالم بن جداد الكثيري، رموز يتقدم برموز. هكذا النداء، هكذا المسار في شوط المهجنات، ست خمسة أشواط انتهت. تهانينا لكل من فاز، شوطنا الساد، من بيسجل الحضور من الشباب المضمرين والمتابعين لهذا الشوط، من بيسجل الحضور. 3 كيلومترات انتهت، 3 كيلومترات تبقت من مسار الشوط، وغلا تتصدر القيادة
لسيف بن جعفر بن مرخان يقود مسيرة هذا الشوط. المركز الثاني غناضة حمد بن عوض بن زيتون يتقدم يبي يسجل الحضور الثاني، وبن خيرة يطمع يسجل حضور آخر. سيف بن سهيل بن خيرة الأعفاري يا سلام يتقدم بأرباح، أرباح موقعها المركز الثالث. الحلامي متواجد، النجمة والتاريخ المشرف لشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي حاضر ومتواجد أيضا بغالية، موقعها المركز الرابع. ياهي معركة بتستوي في الأمتار الأخيرة حينما تصدر الأوامر، هناك بيستوي الصراع والنزاع على المركز الأول، بيستوي التخطيط. من هذه اللحظات بدأت الحركة، 2500 عن خط النهاية. من اللي قادم على المركز الخامس؟ الخضيري. ما بسيط أبو سيف، والله ما بسيط أبو سيف، يقترب شيئا فشيئا، يبي ينتهز الفرصة في الأمتار الأخيرة. محمد بن صالح الخضيري حاضر أبو سيف ويقترب شيئا فشيئا. المركز السادس رغم أربعة، هذه الطائف سعيد بن فايل الحزيمي العويسي متواجد في المركز السادس. والسابعة سيوف علي بن محمد بن ناصر السنيدي، يلا يا مالك سيوف، يا مالك سيوف. مياس محمد بن غفان بالعرطي الحميري، حركوا يا شباب، وصلكم المطوع. صالح بن محمد بالحطم، شقرة وصلت. اوه هنيه بن منانة الله يا شموخ الشموخ الشموخ، يلا يلا. ولكن هناك المتحدي غادم سالم بن سعيد بن منانة، او بعد باسم احمد بن سعيد بن منانة، غلا حامل رقم 15، اسم جديد تدخلت في المناطق الخلفية وهي عابرة من المناطق الخلفية تبغي الخمس اللي في مقدمة الشوط. نحن نتابع اين ومتى بتبدأ المعركة. غير بن زيتون حمد بن عوض بن زيتون غير واستلم المركز الأول. بن مرخان تراجع قليلا لكن في قلب المنافسة. سيف بن جعفر بن مرخان من يتقدم بغلا. بن خيرة متواجد في نفس المنافسة وفي المركز الثالث ويتقدم مشاهدينا الكرام بأيضا بأرباح. الحلامي بدأ يطلق الشرارة، بدأ يرفع راية الخطورة. وصل بوسيف الله يا الخذيري. محمد بن صالح رافع راية الخطورة، يغترب شيئا فشيئا، التركيز مطلوب. بن زيتون يعبر للمرة الثانية أم يكون كلام آخر؟ لكن يا الجابري شوف مع هذه العابرة، عابرة القارات من المناطق الخلفية. بن غادم يا سلام، احمد بن سعيد بن بنانة يتابعها خميس بن فايل الغيلاني، يا مرحبا بهذا القدوم. لكن بن زيتون الكيلو المتر الاخير. اما الحلامي، اما المهيب يصمد وينتزع المركز الاول. بن خيره، اما الخضيري، محمد بن صالح الخضيري، لكن الامتار تتناقص شيئا فشيئا. بن زيتون الحلامي، بن خيره الخذيري، أمتار أيضا معدودة تفصلنا عن خط النهاية، وأيضا بمنانه يقترب. لكنها لا زالت الأمور حتى هذه اللحظات غامضة حتى هذه اللحظات. يا سلام الله. بن زيتون الخذيري يعبر، بن زيتون يحقق الانتصار الثاني. أم أبو سيف محمد بن صالح الخذيري، أم بمنانة، يا القدوم، يا سلام. الأمتار تتناقص شيئا فشيئا. بن زيتون عوض، حمد بن عوض بن زيتون المهيري، محمد بن صالح الخضيري رافع راية الخطورة. بن منانة الحلامي في اللحظات الأخيرة يعود موج، شعار موج في اللحظات الحرقة، اللحظات الحاسمة. يا هي أمتار أغناوة. بن زيتون الخضيري بن منانة، يا هي أمتار. اشتدت المعركة في اللحظات الأخيرة، لكن بن زيتون للمرة الثانية. الخضيري لقعلان، تسلم يمينك يا حققت الانتصار. لكن هني
يا المتحدي يا المتحدي، تسلم يمينك تسلم يمينك. زعبيل 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 في اللحظات الأخيرة، العوايد الهلها، تهانينا والناموس لأحمد بن سعيد بن بنانة، والتهنية لخميس بن فايل الغيلاني أو الزرعي عفوا، المركز الثاني. الثاني يا أخي، الثاني عند أبو سيف، الثاني لمحمد بن صالح الخضيري، والمركز الثالث أيضا لعوض بن زيتون المهيري، والرابعة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. ولكن كان الدخول في الأمتار الأخيرة والعبور، وكنا مندمجين مع شعار بن بنانة، سجلت 10 ثانية بالوفاء والتمام بعد معركة مريرة. تهانينا والناموس لأحمد بن سعيد بن بنانة، التهنية لخميس بن فايل الزرعي بويمعة على هذا الحضور المميز. معك الكلمة يا أبو أحمد، الأشواط بدأت في حرارة في الأمتار الأخيرة خصوصا، ويتفضل أحد المعلقين المميزين أبو أحمد سعيد بن علي الزرعي. شكرا أبو محمد على التواصل الممتاز. نقدم التهنئة والناموس إلى أحمد بن سعيد بن منانة بن غدير، ونقدم التهنئة لأبو يمعة، وهذا التنافس المطلوب يا أبو محمد بين الشباب المضمرين. تحلو المنافسة عندما ندخل في الكيلو المتر الأخير، نشاهد حركة قوية، وهذا ما تعودناه من الأصايل سواين اللقاية أو الإذاع، واليوم يوم الإذاع، وهذا السن اللي يطلق عليه سن الإبداع والإمتاع. هكذا متابعينا مستمعين الكرام، الشوط السابع على قدم الوساق، والشوط